جامع المصفي هو خامس مسجد في الإسلام وأول مسجد في الموصل، ورغم الأهمية التاريخية لهذا الجامع إلا أنه تعرض على مدى 14 قرناً للعديد من عمليات التوسعة والهدم والأضرار الناتجة عن الحروب والفوضى التي شهدتها المدينة، فبدت ملامح الجامع العتيق بالاندثار. بني في سنة 16 هجرية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، يعتبر أقدم جامع في الموصل، وتذكر بعض المصادر التاريخية أنه خامس مسجد في الإسلام موجود في المنطقة القديمة أو الموصل القديمة في أعلى تلة الإقليعات. وهاي بعدين الحكومة وقت الحكومات المتعاقبة سوتها بيوت وقطعتها وراح اندثر أثر الجامع. جامع المصفي ما يزال شاهدا حتى اليوم على الإهمال الحكومي له بعد عام 2003، رغم مطالبات سكان الموصل للحكومات المتعاقبة والمسؤولين في المحافظة الاهتمام بهذا الجامع، وسط حديث عن رصد ديوان الوقف السني ميزانية لإعمار هذا الجامع عام 2021، إلا أن ذلك لم يتم، بل لا يعرف مصير هذه الأموال حتى الآن. جامع المصفي هو يعني يراد له إعادة ترميم وإعادة تأهيله من جديد، يعني هو يعتبر أقدم من جامع نور الكبير في محافظة نينوى. يجب من الحكومة والمنظمات المحلية أن ينظروا إليه، وهذا معلم حضاري يعتبر إلى مدينة الموصل. طبعا الإعمار الجامع في مدينة الموصل قائم على قدم وساق، جزء كبير منها تم إعمارها من قبل المتبرعين وأهل الموصل، جزاهم الله خير الجزاء عن هذا العمل. واقع الحال لجامع المصفي يشي بوضوح إلى أن حاله كحال العديد من المعالم التراثية والدينية الأخرى في المدينة القديمة، فقد ظل الجامع في حالة خراب حتى اليوم وتحيطه أقوام من الأنقاض، الأمر الذي جعل سكان الموصل يتساءلون عن سبب إهمال الحكومة وديوان الوقف السني لجامع كان وما زال معلما تاريخيا وإسلاميا للموصل وللعراق.